مركز البحوث الزراعية واحد من أهم الروافد العلمية لوزارة الزراعة، ومعهد بحوث القطن واحد من المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية، والباحثين بيبذلوا فيه جهد كبير من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وبمواصفات ممتازة بترضي المزارع والتاجر والمصنع. والأصناف دي بتتحمل الجفاف والملوحة وبتوفر في المياه. وتم زراعة الأصناف المختلفة من القطن بمحطة بحوث سخا، وافتتح موسم الجني الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات الوزارة. الوزارة والجميع يعلم لا تألو جهد في حل مشكلة تسويق القطن، لأن احنا زي ما شفنا النهاردة في المحطة احنا عندنا كنز لا يعلم قيمته إلا اللي بيشتغل فيه أو إلا اللي شاف غيره، عشان خاطر نكون يعني صادقين. كان من قمة التحديات في المرحلة الماضية إزاي إن أنت تتغلب على مشكلة الماتيوريتي وتحافظ على الجودة، والحمد لله الزملاء نجحوا إنه حققوا العملية ديت. وفي أصناف زي ما احنا شايفينها قدامنا الماتيوريتي بتاعتها على الأقل إيرلير شهر إن لم يكن أكثر، ولما نقول إن هي مبكرة شهر إن لم يكن أكثر معناها إن هي بتوفر على الأقل ريتين، يعني بنتكلم في حوالي 1200 متر مكعب مية مينيمم. علاوة على إن القطن مشكلته يمكن إن هو كومبليكيتد شوية غير باقي المحاصيل، إن هو بيشارك فيه غزال وبيشارك فيه تاجر وبيشارك فيه مزارع أو منتج، كل واحد عايز تحقق له الهدف اللي بيرجوه من القطن. الغزال لا يعنيه إلا الجودة، تطلع محصول ما تطلعش دي ما تفرقش معاه. التاجر عايز تصافي عشان خاطر يكسب، والمزارع عايز محصول، الجودة دي مش عنده. زي ما شفنا من الأصناف الجديدة محقق لكل واحد هدفه. يمكن زي ما شفت من السادة هيئة تحكيم الأقطان النهاردة وكلام أسعدني الحقيقة، إن القطن وصل إلى، يعني حتى أنا سألته سؤال أنت عايز أكتر من كده؟ قال لي لا مش عايز أكتر من كده بالنسبة للجودة. القطن وصل إلى أعلى درجة مرجوة من النقاوة اللي بيها ما فيش خلط، اللي بيها ان القطن عبر عن نفسه، اللي بيها حل مشاكل الكام سنة اللي فاتت من الخلط ومن الشكوى، كان سواء مصدرين او مستوردين او وات ايفر. الحقل اللي احنا موجودين فيه النهارده هو حقل انتاج الاصناف الطويله للوجه البحري، او بنسميه المفرخه اللي بنطلع فيها كل الاصناف وكل الهجن موجود فيها، كل الهجن اللي هتطلع اصناف في السنين الجايه كلها. وحده الاقطان الطويله للوجه البحري بتزرع تقريبا من 83% ل 85% من اجمالي قطن اللي بيزرع في جمهوريه مصر العربيه بيتزرع من الطبقه ديت. على راسها جيز 94 احنا زارعين منه 200,000 فدان من ال 336,000 فدان اللي مزروعين السنه دي، وعندنا جيزه 86 الاثنين بيكملوا 85% من اجمالي مساحه القطن في مصر. احنا في معهد القطن دايما ودننا وعينينا مع السوق مع المزارع، احنا دايما بنحاول في التجديد والهجن المستمره سنويا ان احنا نخدم ثلاثه مستخدمين للقطن او سلسله القطن. الثلاثه المستخدمين على راسهم بيجي المزارع اللي هو بنسميه عصب الاقتصاد القومي الزراعي المصري اللي هو نمره واحد. فاحنا بنرضي المزارع ان احنا دايما بنعمل تهجينات عشان نطلع اصناف متفوقه محصوليا عن الاصناف اللي موجوده في السوق. يعني احنا لما طلعنا جيزه 94 ونزل السنه اللي فاتت طلعناه متفوق محصوليا عن جيزه 86، وبيغطي كل الحاجات اللي مش كويسه في 86 بقت هي سوبر في جيزه 94. لما بنعزل السنه دي عندنا جيزه 97 الهجين المباشر اللي بياخد سيريال نمبر السنه دي وبيتسجل، 97 افضل من جيزه 94 وتفوق عنه محصوليا، فبنخدم فيه في الاول المزارع. الحاجه الثانيه المزارع لما بيزرع القطن وبيطلع 12 انتار و13 انتار و14 انتار بيشتري منه تاجر، فلازم احنا الحلقه الثانيه اللي هي التاجر يكون في الحسبان، وانا كبريدر مربي
بربي صنف جديد، فالتاجر بيهمه تصافي الحليك او بنسميه معدل الحليك او كم القطن الشعر الناتج من القطن الزهر، فاحنا بنحط الصفه دي وبيبقى معدل الحليك في الاصناف الجديده عالي، وبالتالي بيبقى ارضاء للتاجر، فبتيجي الشركه تشتري القطن عشان ما يتخزنش عند المزارع وتاخده بسعر عالي. الحاجه الثانيه، التاجر هو الحلقه الوسطانيه، لكن هيسلم القطن الغزال، صاحب مغزل هيعمل منه خيط ويعمل منه قماش. عشان كده بنحط الصفات التكنولوجيه اللي هي المتانه والنعومه وطول التيله، بيبقى في عينينا ان هي تبقى في افضل صوره ليها، عشان الغزال اللي هيشتري القطن يقبل عليه ويشتريه. اذا حطينا في الصنف الجديد الثلاث حلقات دول والثلاث مستخدمين المستهلكين للقطن، فبالتالي القطن بيتزرع، بتزيد المساحه، المزارع بيطلع انتاج عالي، بيبيعه التاجر بياخده منه بسعر عالي، غزال بياخده بسعر عالي برضه، وبالتالي دي حلقه الاقتصاد القومي للقطن في مصر. كل الهجن اللي احنا مطلعينها الجديده فيها الثلاث حاجات دول، بنرضي المزارع، بنرضي التاجر، بنرضي الغزال. احنا جزء من منظومه معهد بحوث القطن اللي منوط بنا تربيه وانتاج الاصناف اللي بتغطي الدلتا اللي هي الاصناف الطويله والفائقه الطول، من خلال برنامج تربيه محكم ليه مجموعه من الاهداف. بنشتغل على مجموعه من الاهداف، خمس اهداف لبرنامج التربيه، اللي هي التربية للأصناف العالية الإنتاج، ودي بيشتغل عليها وحدة طويل بحري، وبيساعدها وحدة الأقطان الطويلة وجه إبلي، والتربية للأصناف الفائقة الطول الفائقة النعومة، ودي بيشتغل عليها وحدة الأصناف تربية الأصناف فائقة الطول، واللي بتزرع في شمال الدلتا عشان دي بيناسبها الجو اللطيف ودرجة الحرارة المعتدلة والرطوبة العالية عشان تقدر توصل للطول والمتانة المطلوبة. وديت أصناف بتنزرع للتعاقدات على حسب للتصدير، وبتزرع بكميات قليلة على حسب التعاقدات. ومن ضمن الأهداف الأخرى إن هي التربية للتبكير، وديت من ضمن الأهداف المهمة عشان نقدر نزرع القطن ده هوت بعد المحاصيل الشتوية، ونقدر نزرع بعضه بعد محاصيل شتوية، وده واضح في الأصناف اللي احنا طلعناها كلها إنها بتنزرع في نص أربعة وبتنجنى في نص تسعة، أي بتاخد من خمس شهور لخمس شهور ونص، زيها زي أي محصول صيفي عادي، وبالتالي بنقدر نزرعها مرتين في السنة. بنزرع الأرض مرتين في السنة، بعد ما كنا بنقدر نزرع القطن بعد حاشة برسيم تحريش، فدلوقتي بناخد محصول كامل من الشتوي ونزرع القطن، محصول القطن بتاعنا. من ضمن الأهداف المهمة اللي احنا بنشتغل عليها التربية للأغراض الخاصة. الأغراض الخاصة هي التربية للميكنة، ان احنا عندنا الاصناف بتاعتنا في ظل التقدم، ان الناس ما عادش كل الميكنة دخلت في كل المحاصيل الاخرى، فاحنا بنربي اصناف لتتواكب للميكنة عشان ندخل الجني الالي والزراعة الالية. كذلك ان احنا في ظل ندرة المياه عندنا برنامج للتربية للجفاف والتربية للملوحة، لان عندنا اراضي فيها نسبة ملوحة عالية وأرض فيها مع انخفاض كمية المياه، فاحنا بنحاول نربي أصناف تكون احتياجها للمياه قليل وتتحمل ظروف الأرض القاسية. كذلك بنربي للظروف القاسية زي درجة الحرارة العالية، دي كلها أهداف قسم التربية، ومن خلالها في عندنا فريق بحثي كامل شغال على النقط البحثية ديت من خلال المواد الوراثية المتاحة عندنا، لأن احنا عندنا جيرموبلازم متنوع بنشتغل عليه وبنقيمه وبنهجن بينه وبننتخب ونشتغل في برنامج بنبدأ من أول من اختيار الآباء والتهجين بينها والانتخاب النسل من الجيل الأول حتى الجيل العاشر، وبعد الجيل العاشر السلالات اللي بيثبت تفوقها بنقدر نعزلها ونقول ديت ممكن يكون صنف جديد نقدر نشتغل عليه وبنوزعه، وتبدأ قسم المحافظة ياخده كصنف، ياخد جيزة نمبر وياخد قسم المحافظة ينتج سلالة منه كل سنة، بحيث ان اضمن ان كل سنة يطلع سلالة جديدة، بحيث اتجنب الخلط الوراثي اللي بيحصل ومن تداول السلالات. جديد عندنا هنا هو زي ما حضرتك شايف في عندنا هجن جديدة موجودة، على سبيل المثال الهجين الرباعي، هجين كاروشينكي دوت انتوا مصورينه في الاول، هجين رباعي، هجين دوت مفترض ان هو يحل محل بعض الاصناف اللي هي الحاليه اللي موجوده، ده يتميز بالاتي، ان الانتاجيه بتاعته عاليه، تاني حاجه المحصول بتاعه التصافي الحليك بتاعه عالي جدا، يتعدى ال 42%، موسم النمو بتاعه قصير
بمعنى ان هو مبكر في النضج، وبالتالي بيناسب الزراعات المتاخره. لو انا زرعت متاخر ممكن احصده بدري. لو انا حتى زرعته في المواعيد المبكره فتره العمر بتاعته لا تتعدى 4.5 شهور او 5 شهور على اقصى تقدير، وبالتالي ده بيديني فرصه لكذا حاجه، ان كميه الميه اللي هو بياخدها تبقى قليله، وبالتالي بتعمل توفير في كميه الميه بمعدل تقريبا حوالي 25% كميه ميه اقل من الموصى بيها للفدان، وبالتالي ده بيساعدني ان انا اوفر كميه ميه للاراضي الجديده ومستصلحه حديثا، وده بيتماشى مع اتجاه الدوله في ترشيد استهلاك المياه. احنا عندنا هنا في معهد القطن والحمد لله الاستراتيجيه قايمه على ان احنا نطلع اصناف قصيره العمر موفره في المياه عاليه الانتاجيه في نفس الوقت، وده اللي بتتميز بيه جميع الهجن اللي هي موجوده في الحقول اللي انتم شايفينها حاليا، وان شاء الله دي تكون هجن مباشره، وفي نفس الوقت بتدي ربحيه عاليه للمزارع نتيجه الانتاجيه العاليه، وزي ما قلت لك تصفي حليج عالي، فبالتالي الغزال او الحلاج اللي هو هيشتري، التاجر اللي هيشتري القطن الظهر دوت هيحلجه ويبيع منه شعر بسعر كويس وكمية عالية، ويبقى له بذرة بتتباع للمعاصر، وبالتالي كل كسبان. وفي نفس الوقت ان هي المواصفات التكنولوجية بتاعت هذه الاصناف بتناسب عمليات التصدير الخارجي. احنا طبعا قبل ما بننزل بالصنف ده السوق بنعمل له حقول ارشادية مع جهاز الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة، بنعمل حقول مشاهدات بمعنى ان احنا بنزرع الحقل دوت قدامه بالفعل في جميع المناطق اللي احنا هنزرع فيها الصنف دوت بعد ذلك، واخد بالك، بنحط جنبه الصنف اللي هو اللي المزارع متعود عليه. يعني على سبيل المثال محافظه من المحافظات بتزرع صنف جيزه 86، وانا عايز انزل الهجين الجديد اللي انا كلمتك عليه دوت في هذه المحافظه، بقوم اعمل ايه؟ باجي على المراكز الكبيره بتاعت المحافظه اللي هي بتزرع مساحات كبيره، وبعمل 3-4-5 حقول إرشادية من هذا الصنف، تمام؟ وأزرع ومزروع معها الحقل المقارنة اللي هو الصنف اللي هو متعود عليه اللي هو 86، بنقول له إحنا هنطبق معاملات الزراعية اللي أنا كلمتك عليها بالتوصيات المناسبة المعتدلة الجيدة، مزارع متميز هو اللي بيقوم بالحاجات دي، وفي النهاية الأرض بتحكم. عندك هتلاقي المحصول هذا الهجين الجديد اللي احنا عايزين ننزله والمحصول بتاعه اللي هو متعود عليه، وبالتالي مش هيقتنع الا بالتجربه، وبالتالي احنا قايمين على هذا الموضوع سواء من خلال الحملات القوميه للنهوض بمحصول القطن بنعمل هذا الموضوع، من خلال البرامج البحثيه عندنا في معهد بحوث القطن بنمثل ذلك الموضوع، وزي ما قلت لك مع جهاز الارشاد الزراعي في وزاره الزراعه، يعني عندنا تقريبا 3 جهات بالاضافه للتجارب الخاصه اللي هي بتتعمل عند المزارعين للتوعيه، وان احنا بننشر هذا الصنف كصنف جديد وبنعمل له عمليه تسويق. واعتقد ان خير دليل على ذلك ان احنا نازلينه هنا في هذا الحقل والحقول ديت، ومعانا قناه مصر الزراعيه بنقول للمزارعين احنا عندنا حاجات جديده كويسه ممتازه، ان شاء الله لما هننزلها هتعمل طفره كويسه ان شاء الله في الانتاجيه باذن الله. تجربة الجني الآلي للقطن بتحتاج مواصفات معينة بالنسبة للنبات نفسه من حيث عدم رقاد النبات، وكمان بالنسبة للماكينة، والتجربة في يوم الحصاد كانت ناجحة بالرغم من قدم آلة الحصاد. تجارب جني الآلي في مصر بدأ من فترة زمنية مش حول طويلة قوي، لكن على الأقل احنا بدأنا نشتغل فيها بداية من موسم 2010 و2011. بدأنا نوجه برنامج التربية عندنا في مصر إلى ان احنا نطلع تراكيب وراثية تلائم الجني الآلي، لان مش كل الأصناف اللي ممكن نطلعها في السوق تبقى مناسبة للجني الآلي. الجني الآلي بيحتاج إلى شروط خاصة لابد أن تتوفر في هذا النبات. الشروط الخاصة دي تلائم الماكينة نفسها، لأن الماكينة بتبقى بمواصفات قياسية معينة، فلابد أنك تؤهل النبات اللي عندك أنه يكون ملائم لهذه الماكينة. فإحنا لما عرضنا الفكرة على السيد معالي وزير الزراعة
عز الدين ابو سيت، وان احنا عندنا تجربه للجاني الالي وبنختبر الاصناف. سيادته رحب جدا بهذه التجربه، وحتى كان في نفس اليوم كان قال ان احنا ان شاء الله باذن الله نحضر هذه التجربه، ولكن طبعا عارفين ان ظروف سيادته يمكن هو على سفر او حاجه وكده. فانا بالدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه، وزي ما حضراتكم شايفين انا شايف ان التجربه الى حد ما بنسبه كبيره جدا ناجحه. نسب الجاني الالي عندنا وصلت لحوالي 90% كفاءه جاني الي، وفقا لشروط معينه، يعني بتحتاج الى معاملات زراعيه وشروط معينه نقدر نحققها. فنسبه 90% في الجاني الاهلي لما نحقق لها الشروط المثلى دي نسبه عاليه جدا. نسبه الكفاءه دي مش يعني كل دول العالم لما بتشتغل في الجاني الاهلي بيبقى في نسبه هدر او فقد، لان دي ماكينه بتشتغل مع نبات، فنسبه الفقد اللي حتى اللي بيجني رز او بيجني قمح لازم بتبقى فيه نسب فقد، لكن يجب ان تكون نسب الفقد اللي عندنا نسب معقوله. فظل ارتفاع العماله وتكلفه الجاني الاهلي وتكلفه الجاني اليدوي وما شابه ذلك، انا اعتقد ان شاء الله باذن الله في امل كبير جدا للجاني الاهلي في مصر. لكن طبعا احنا بنبص على منظورين، ان المكنه اللي موجوده دي ضخمه جدا وتحتاج مساحات اكبر، وبالتالي قد لا تناسب المساحات الصغيره. فاحنا برضو بنسعى ان احنا ان شاء الله باذن الله ان احنا يبقى عندنا ماكينه صغيره ان شاء الله. واعتقد ان احنا تواصلنا مع معهد الهندسه الزراعيه وافادونا ان في مكنه صغيره بتشتغل على خط واحد، وان شاء الله جاري تقييمها في الايام اللي جايه على القطن المصري، وهنقدر نسبتها ونسبه كفائتها. لكن اعتقد ان الموضوع ده اصبح ملح ومهم، ويجب ان يكون على اهم على جدول اعمالنا ومن الاولويات، او نقدر نقول من اهم النقاط اللي يجب ان ناخدها في الاعتبار في المراحل القادمه ان شاء الله باذن الله. زي ما حضراتكم شفتوا النهارده اصناف مختلفه من القطن، كلها بنتكلم في طويل وفائق الطول، بنتكلم في اقطان ناعمه وفائقه النعومه. حتى شفنا القطن جيزة 95 اللي هو بتزرع في وجه إبلي، وإن الزملاء زارعينه هنا في الوجه البحري عشان خاطر نشوف، لأن القطن اللي هو بتزرع في إبلي أو جيزة 95 اللي بيناسب المغازل المحلية أو المغازل المصرية، فإحنا بنشوف مدى الأقلامة بتاعته على مستوى الجمهورية، بنشوف إحنا فين بالضبط على أساس نقول لما عايزين تتوسع في هذا القطن لتغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل يتزرع فين وفين وفين، جنبا إلى جنب مع الأصناف اللي بتتزرع في شمال الدلتا اللي هي فائقة الطول وفائقة النعومة. إن أنت تتحول من أصناف كان بتقعد 200 يوم لأصناف مبكرة بتقعد 160 يوم بالنسبة لأصناف الوجه البحري، و 140 يوم بالنسبة لأصناف الوجه الإبلي، فده تحدي كبير. يعني معناها بنقول إن احنا بنوفر مية، لأن احنا عندنا تحديات مية على الأقل بتوفر 3 رايات في الوجه الإبلي ورايتين في الوجه البحري. التحدي الثالث إن انت تطلع أصناف تناسب الجني الآلي، لأن تكلفة طبعا كل السادة المزارعين دلوقتي يقول لك أنا مكسبي بيضيع في عمليات الجني. فزي ما شفنا النهاردة مكنة صحيحة، مكنة قديمة من التسعينات، ورغم ذلك في أصناف مناسبة لعملية الجني الآلي. بنتطلع إن شاء الله، وده كان تكلفتنا للزملاء في معهد الهندسة الزراعية، إزاي نوفر مكنات جني آلي تناسب المساحات الصغيرة وتفتيت الحيازة وتناسب المزارع المصري عشان خاطر التقليل من التكلفة والإنجاز بالنسبة للعمل. يبقى أمر وحيد طبعا قبل ما أقول الأمر الأخير، بناء عن القرار اللي صدر، قرار الجمهوري اللي صدر في 2015 بالنسبة لأقطان الإكسار والحفاظ على الجودة والنقاوة، السنة دي احنا سمعنا من المحكمين أعلى درجة من النقاوة والجودة. يبقى إن هو السوق ينتعش، احنا اللي علينا كوزارة الزراعة وكمركز بحوث احنا أديناه على مرأى ومسمع من الجميع، إنتاجية، جودة، تصافي، مناسبة لجني آلي، تبكير. انتعاش السوق معناها ان انا برجع القطن لعرشه، معناها ان القطن المصري بيغزو الاسواق العالميه، معناها ان القطن المصري بيبقى موجود في كل مكان. مسؤوليه وزاره الزراعه هي انتاج الصنف المناسب اللي يلقى قبول من الجهات، كل الجهات اللي بتتعامل مع القطن. مهمه وزاره الزراعه الحفاظ على النقاوه، مهمه وزاره الزراعه توفير التقاوي، مهمه وزاره الزراعه الانتاجيه والانتاج، ولكن التسويق والتداول ليست مهمة وزارة الزراعة. فأرجو أن تكاتف كل الجهود عشان خاطر يرجع القطن لعهده. القطن المصري ده ذهب. القطن المصري أنا بعتبره محصول زراعي صناعي، محصول رباعي الغرض، محصول ألياف، محصول زيت، زيت بيدين من حوالي 110-120 كيلو زيت، محصول علف بيدين حوالي الفدان بيديني 400 كيلو ل 500 كيلو علف،
وزيت بديلي من 110 ل 120 كيلو، يبقى سديت الياف زيت، سديت فجوه الزيت في مصر، لان احنا عارفين عندنا حوالي 97% في الزيت. زيت بذره القطن من الزيت الجيد جدا، ولحسن الحظ علاقه نسبه الزيت في بذره القطن علاقه موجبه بينها ما بين صفات الجوده، كل ما زاد صفات الجوده كل ما زادت نسبه الزيت في بذره القطن. محصول علف بيديني حوالي 400-500 كيلو كيلو كسب. محصول الحطب بتاعه بيتصنع منه خشب، بيتصنع منه كومبوست، بيتعمل منه سلاج، بيتعمل منه فحم نباتي، بستخدمه في التكرير في مصانع السكر. يبقى انا وفرت عمله صعبه، بدل ما استورد فحم نباتي بصنع فحم بدل ما استورد فحم حيواني واهدر عمله صعبه. ان لما استخدم الحطب بتاعه لفحم نباتي وفرت عمله صعبه في فحم نباتي، وفرت عمله صعبه في استيراد الزيت، وفرت عمله صعبه في استيراد العلف. يعني ان انا لو زرع السنه 336,000 فدان قطن، يعني لو بالتوسع الراسي يبقى يعتبر 900,000 فدان او داخلين على 1,000,000 فدان. ليه؟ 336 الياف يبقى محصول مركب ثاني، 336 زيت، 336 اعلاف، يبقى محصول هايل ذهب في مصر. احنا قسم التربيه هنا مع بعصوت منوط بي عندنا ثلاث وحدات او ثلاث افرع، بحقق حاجه اسمها مثلث متساوي الاضلاع، الانتاج، التسويق، التصنيع. الانتاج هو في انتاج الاصناف، العلاية المحصول اللي انا اغطي احتياجات الفلاح، التسويق يبقى انا صفات التسويقيه زي متوسط وزن العازل والتصافي عشان اللي بيسوق او المشتري يديله تصافي عالي يربح معاه. ثالث حاجه صفات الجوده اللي هي التصنيع اللي تهم الفلاح. بنربي الهدف القسم انتاج اصناف عاليه المحصول، انتاج اصناف عاليه الجوده، انتاج اصناف مقاومه للجفاف، انتاج اصناف مع مقاومه الحراره. خاصه دلوقتي بنربي تركيب وراس جديد في محطه بحوث المطعنه، محطه بحوث المراشده تحت درجه حراره 55 بيديني حوالي 13 امتار، تحت درجه ملوحه 360 ملي بي بي ام. عودة الذهب الأبيض لعرشه مرة تانية بيحتاج تكاتف وزارات وهيئات مختلفة، ودور وزارة الزراعة بيتمثل في استنباط أصناف وتقديم التوصيات الزراعية اللازمة وغيرها من المعاملات الفنية للوصول إلى إنتاجية عالية. أحمد سعيد، مصر الزراعية. ده محمد بيعاني.